بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعما نواه. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وقوينا في إيمان وجملنا بإحسان يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وهذا يوريك الله قادر وقاهر، قادر أن يوحي لمن يشاء بعد ما يهيئ للوحي، وخاصة الختام للوحي كله برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال: أنتم تشهدوا أني مع آلهة أخرى مع الله، قل لا أشهد. شوف الموقف الصلب البتيء المكين، لا أشهد. من أنت؟ تلاني أنذركم به، وأنتم تقولوا ما لا يقبله عقل راجح. قل لا أشهد، قل، زيد قل، شو معناها محل قل هذه في القرآن كله. قل لا أشهد، قل إنما، شنو إنما هنا وحدها إنما وخلاهم معلقين في الشايع؟ لا، نعود إن شاء الله تعالى ويتضح لكم الأمر كما يجب أن يكون متضحا، حتى تفقهوا أن الله قاهر، أن الله قاهر فوق عباده بالتمام والكمال، بما فيهم أهل الغيوان وأهل الكفران لأنعم الرحمن وأهل الشرك بالتمام والكمال. ألا لعنة الله على من أشرك بالله، ولا لعنة الله على من ذكر الله بغير حق، ومن طعن في ألوهيته، ومن قال في مخه الخامج أن الله بحاجة إلى معين وشريك. نسأل الله السلامة.